كاين مصطلح اسمه الميزان التجاري. وش هو الميزان التجاري؟ ميزان تجاري والله حقيقة نشوف هي تجي داخل هنايا. هي ماناش جوجل احنا. يعني دوبل كليك يخرج لك المعنى الحرفي للسؤال. شو الميزان التجاري؟ إذا سمحت لي برك نكمل لأني خارج برك على ظرف طارئ برك باش نرجع. نعاود نرجع لأنه أنا نناقشوا في القناة. خذ راحتك، ما هو الميزان التجاري؟ أحمد. هذا الميزان التجاري الحكومة هي اللي تبني عليه قانون المالية. وش هو الميزان التجاري؟ ميزان التجاري. التجاري هي في الحقيقة أول حاجة نشكر الوزير عما قدمه وعن المجهود الذي بذله في هذه الظروف صعبة المالية وطنيا وعالميا. الميزان التجاري وش هو؟ الميزان التجاري هو العمل، هو العمل، العمل لازم العمل ثم العمل، ما كاينش حاجة واحدة أخرى. السؤال، ما هو الميزان التجاري؟ ميزان تجاري، هذا ميزان تجاري هو اللي يعتمدوا عليه مش يديروا القانون المالية، ما هو الميزان التجاري؟ السؤال، ما هو الميزان التجاري؟ عاود السؤال. السؤال، ما هو الميزان التجاري؟ والله يا أخي الميزان التجاري المعتمد في 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 نص في قانون المالية هو يبقى بين ميزان الـ بين ال وش نقولوا احنا لا ديبون وش نقولوا الميزان التجاري المعتمد يبقى في قضية كما قلت النقد والأصرف. وش هو الميزان التجاري؟ الميزان التجاري، الميزان التجاري هو الإيرادات ناقص الصادرات، يعني بالفرنسية أحسن ربما، فهمت كيف؟ لا بالانس كوميرسيال هي لي ديبونس، في هكذا لي ديبونس موان لي روسيت بلوس لي روسيت، فهمت كيفاش؟ ناقص لي روسيت نلقاو الناتج.